وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أيها الإخوة والأخوات، ألمح ريحا عاتية تعصف بقلوب كثيرة من رياح القنوط واليأس والهزيمة النفسية الساحقة لما تمر به الأمة الآن في هذه السنوات من مرحلة ضعف وهوان، لدرجة أنك تسمع كثيرا من الكلمات التي تجرد الأمة من خيريتها ومن كرامتها ومن مكانتها، وتسمع كل أمم الأرض تعتز الآن بتاريخها حتى ولو كان تاريخا ملوثا بالدماء، حتى ولو كان تاريخا مزورا، حتى ولو كان تاريخا باطلا مبنيا على الظلم والبطش والطغيان. كل أمم الأرض تعتز بتاريخها وتتغنى برجالها وتفخر بأمجادها، مع أن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم. كرامة الأمة، هذه الأمة أمة كريمة على الله جل وعلا. أردت الليلة أن أتحدث في هذا الموضوع الرقراق الجميل، لا من أجل سرد الآيات والأحاديث وما أعظمها وأشرفها من غاية، وإنما لنعيش مع آيات القرآن، لنعيش مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن نستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة. ذلكم الداء العضال الذي أصاب كثيرا من أفراد الأمة بالهزيمة النفسية الخطيرة. تسمع الآن من يقول عليه العوض، ما فيش فايدة، أنت هتغير الكون، خلاص الأمة انتهت، الدين ضاع، يا عم الشيخ امشي جنب الحيط، أصل الحيطان لها ودان، أنت بتنفخ في قربة مقطوعة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الكلمات التي تزيد المهزوم نفسيا هزيمة نفسية على هزيمته، والتي تصيب العامل لدين الله تبارك وتعالى باليأس والقنوط والخذلان. فأسمع كثيرا من أحبابنا وأخواتنا يجردون الأمة الآن من مكانتها. ليه يا أخي؟ أنا عارف الواقع اللي الأمة بتمر به، أعلم أن الأمة الآن تمر بمرحلة خطيرة من مراحل الضعف، أعلم ذلك. لكن يا أخي، الله تبارك وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، الأيام دول، نعم لابد أن نعي هذا. فلطالما مكن الله للأمة، ولطالما نصر الله الأمة، ولطالما أعز الله الأمة،
ولا ينبغي لمجرد مرحلة من مراحل الضعف تمر بها أمتنا في هذه السنوات، لا ينبغي أبدا أن نجرد الأمة من كرامتها، أو أن نجرد الأمة من خيريتها، أو أن نجرد الأمة من فضلها. أيها الموحد لله جل وعلا، أيها المشرف والمكرم بالانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، لأنك من الموحدين، ولأنك من أتباع سيد النبيين. والله العظيم لا يوجد أشرف منك على وجه الأرض. مش عصبية يا أخي، والله ليست عصبية، لأن خيرية الأمة ليست عصبية ولا ذاتية ولا عرقية، وليست خيرية مستمدة من أرض أو من لغة أو من وطن، وإنما هي مستمدة، خيرية مستمدة من هذا الدين الذي شرفت الأمة بحمله، إنما هي خيرية مستمدة من هذا التوحيد، من هذا الإيمان، من هذا الانتساب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شايف شروط الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الخيرية مش عشان سواد عيوننا أبدا، إنما هي خيرية مستمدة من هذا الدين، إنما هي خيرية مستمدة من الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر، وتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى. فهذه الأمة إذا أردت أن تقف على خيريتها، انظر إلى أمم الأرض كلها الآن بلا استثناء، أكثر من 6 مليار كفروا بالعزيز الغفار في آخر الإحصائيات، 1.3 مليار أو يزيد قليلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة الوحيدة على وجه الأرض هي التي توحد الله تبارك وتعالى، وهي التي تحقق الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها والله من كرامة. عاوز الدليل عشان تعرف الفرق بين هذه الأمة الموحدة بين أمم الأرض قاطبة بلا استثناء، بلا استثناء. تقول الحضارة، ماشي يا عمي أنا متفق معاك، لكن لابد أن تعي أيها الحبيب اللبيب وأيتها الفاضلة الكريمة أن للحضارة أصلين وركنين. لا يمكن أبدا أن تؤسس وأن تقام حضارة إلا عليهما. الركن الأول الركن الإيماني الأخلاقي الروحي الضمير، الركن الآخر الركن المادي. الركن المادي أنا لا أنكر ما وصل إليه العالم الغربي الآن من الحضارة في الجانب المادي، لن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصل إليه الغرب من تقدم علمي مادي مذهل، لكن أين الركن الأول من أركان الحضارة؟ أين الأخلاق؟ أين العدل؟ حضارة تصدر ما يعرف بالديمقراطية لأهل الأرض على فوهات المدافع عبر الأشلاء التي تمزق والدماء التي تسفح. حضارة منطقها قتل امرئ، أي ينتسب إلى هذه الحضارة، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. سنعرض المسألة على الجهات المسؤولة وعلى المحافل الدولية للتباحث وللنظر وللتداول إلى غير ذلك. حضارة منطقها البطش والظلم والطغيان حتى وإن تغنت بغير ذلك عبر كل وسائل الإعلام، فلم يعد الأمر خافيا الآن على أي بشر على الإطلاق. فالحضارة لابد لها من الجانب الإيماني الأخلاقي الروحي. انظر إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف قدر هذه الأمة، وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف والأوان. اسمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا حكم ربنا جل وعلا، ده مش كلامي أنا إطلاقا، إنما هو حكم الله سبحانه الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، هو الذي يزكي من يشاء، وهو الذي يعز من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء، وهو الذي يرفع من يشاء، وهو الذي يخفض من يشاء سبحانه وتعالى.
اسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله جل وعلا يقول لا يستوون. تدبر قول الله سبحانه وتعالى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا لا يقوله عاقل على الإطلاق، وهذه اللغة ليست لغة المنطق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال الله سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أي منطق هذا؟ تلك إذن قسمة ضيزة لا تستقيم أبدا ولا تستوي. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمة الميمونة، تلك الأمة المباركة. يا أخي أنا أقول ذلك والله لا يغيب عني واقع الأمة، لا يغيب عني ضعفها، لا يغيب عني مرحلة الذل والهوان التي تمر بها الأمة الآن، لكن ليس معنى ذلك أن نجرد الأمة من خيريتها وكرامتها ومكانتها التي أعدها لها ربها تبارك وتعالى. والله جل وعلا هو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي خير أمة وستظل خير أمة. أنت مكسوف أنك موحد؟ مكسوف أنك بتنتسب إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد؟ لا، ارفع رأسك، ارفع رأسك يا من وحدت الله جل وعلا، يا من آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كبرا ولا استعلاء أبدا، ولكن اعترافا بفضل الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأنا أقول إن أشرف وأعظم وأطهر وأكرم وأكبر وأجل نعمة أنعم بها علينا جل وعلا هي نعمة التوحيد والإيمان، ونعمة الانتساب إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما بتصليش على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع تاني، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله، رب العزة تبارك وتعالى وعد نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يكرمه في هذه الأمة كرما لا حدود له ولا منتهى. اسمع إلى رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ماذا يقول؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا الله، يا الله على أصحاب القلوب الكبيرة. إبراهيم يقول جل عليه الصلاة والسلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، ما قالش فانتقم منه، ما قالش فاخسف به الأرض، وإنما ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله، إن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. أقول الكلمتين دول تاني، إن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها وتحركها دوافع القسوة والغلظة والانتقام، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقرأ قول الله في عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأ قول الله في إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بكى وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فقال الله جل جلاله لجبريل عليه السلام يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وآله فسله ما يبكيه، وربنا أعلم، وربنا أعلم، أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان لعلم الله جل وعلا كيف كان يكون. سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربنا جل وتعالى يقول لجبريل يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسأله ما الذي يبكيه وهو أعلم. فقال نزل جبريل إلى النبي الجليل ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال اللهم أمتي أمتي يا جبريل، اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل جل جلاله وقال يقول اللهم أمتي أمتي. فقال الله تعالى انزل يا جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. شايف الوعد الرباني ده؟ متدبر هذا الوعد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لن يسيء الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قط في هذه الأمة الميمونة المباركة. بل من أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الله، نحن الآخرون يعني آخر أمة، هي أمة الحبيب وهي أول الأمم يوم القيامة في طريقها للحساب، في طريقها إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نحن الآخرون الأولون، وفي لفظ، لفظ مسلم، نحن الآخرون السابقون، لفظ البخاري، لفظ مسلم، نحن الآخرون الأولون. أمة السبق يوم القيامة هي أمة النبي، وهي الأمة المتقدمة على كل الأمم. بل في مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم، والحديث حسن، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ما فيش منقبة بعد هذا، ما فيش كرامة بعد هذه الكرامة. أنتم موفون 70 أمة، أنت الأمة رقم 70، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أخي، أمة فيها محمد عليه الصلاة والسلام، أمة على رأسها محمد عليه الصلاة والسلام، أمة فيها الصديق أبو بكر، فيها الفاروق عمر، فيها ذو النورين عثمان، فيها الفدائي البطل الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء علي بن أبي طالب، فيها فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله، فيها أم المؤمنين عائشة الحبيبة بنت الحبيب، فيها خديجة بنت خويلد الصديقة في عالم الصديقات، فيها أمهات المؤمنين، فيها الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار. أمة، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. طب خلي بالك كده عشان تعرف قدر الأمة دي وكرامة الأمة عند الله سبحانه وعند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب العزة تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة على آدم ويقول له إيه؟ يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. يقول الله تعالى أخرج بعث النار، الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الله تعالى ينادي على آدم يوم القيامة إذا خرج الناس من القبور حفاة عراة غرلة، ويقول يا آدم أخرج بعث النار، يا رب سلم سلم. لحظات رهيبة جدا
فآدم يقول له يا ربي وما بعث النار، فيقول الله تبارك وتعالى من كل 1999. الله أكبر. النبي يقول عليه الصلاة والسلام فعندئذ مع اللحظة دي يشيب الصغير، فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لحظات شديدة جدا. الصحابة لما سمعوا هذه العبارة خافوا وشق ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ من كل 1999 إلى النار، أينا ذلك الواحد اللي حينجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فمن يأجوج ومأجوج 999، أي إلى النار، ومنكم واحد. فكبر الصحابة رضوان الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ عاوز حضرتك تتصور الأمم كاملة تشكل أمة الحبيب المصطفى في الجنة ربع هذه الأمم. أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا رضينا يا رسول الله، وفي لفظ فكبرنا. الله أكبر. فقال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا رضينا يا رسول الله، وفي لفظ فكبرنا. الله أكبر. فقال أما ترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ فكبرنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة الميمونة المرحومة المباركة المكرمة تكريما من الله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله والله لا كرامة لنا إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام، إلا باتباع النبي على المنهج الذي جاء به من عند الله جل وعلا. من نشكرام إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأمة والله ما ضاعت كرامتها إلا يوم أن انحرفت عن النبي محمد، إلا يوم أن ابتعدت عن درب وطريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح لا كرامة للأمة من جديد إلا إذا عادت كما سأبين في آخر الحلقة إن شاء الله إلى هذا المنهج الرباني والنبوي، ورددت مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله أن يرد الأمة إلى هذا المنهج الرباني والنبوي ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع الرواية الجميلة دي وهنعيش معاها يعني وقتا طويلا في هذه الحلقة. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرضت علي الأمم. إمتى؟ متى عرضت الأمم على سيدنا رسول الله؟ فيه رواية في سنن الترمذي بسند حسن أن هذا العرض كان على رسول الله ليلة الإسراء والمعراج. عرض الله الأمم كلها على سيدنا رسول الله ليلة الإسراء والمعراج، وأطلع الله نبينا على أعداد كل أمة تدخل الجنة مع نبيها الذي أرسله الله إليها. يا الله، تصور النبي عليه الصلاة والسلام عنده إحصائية كاملة بعدد أفراد كل أمة تدخل الجنة مع نبيها الذي بعث فيها. شايف كرامة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي لفظ فرأيت النبي ومعه الرهيط دون العشرة. يا الله، نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى يبعثه الله جل وعلا في أمة، فلا يؤمن لا يؤمن من أفراد هذه الأمة بهذا النبي إلا ما دون العشرة، 6 7 8 9 فقط.
فيدخلون الجنة مع هذا النبي، وتدخل الأمة كلها إلى النار، أمة هذا النبي، لأنها لم تؤمن بالله ولم تؤمن بهذا النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى. فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. يا الله، أمة لا يؤمن من أفرادها إلا رجل أو رجلان. خلي بالك عشان تعرف كرامة الأمة دي، أمة يبعث الله فيها نبيا كريما من أنبيائه، فلا يؤمن بهذا النبي إلا الرجل أو الرجلان، فيدخلان معه الجنة، وتدخل أمة هذا النبي كاملة إلى النار. ورأيت النبي وليس معه أحد، يدخل نبي هذه الأمة وحده إلى الجنة، وتدخل الأمة كلها بلا استثناء إلى النار. يا الله، ده مشهد صعب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام عمال ينظر، عاوز يشوف الأمة، فين الأمة الميمونة المباركة المكرمة؟ قال: فبينا أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، رأى كوكبة عظيمة جدا كبيرة جدا في طريقها إلى الجنة. هي دي الأمة، هي دي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقيل لي: هذا موسى وقومه. الله، دي مش الأمة الميمونة، مش الأمة المحمدية، أمال دي أمة مين؟ دي أمة موسى. وهذه كرامة لنبي الله موسى. ونحن الموحدين نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني في أصل الإيمان لا نفرق بين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بعيسى صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بموسى صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، وبين جميع الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد من رسله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، إلى هذا الجانب. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني رأى عددا ضخما جدا وكوكبة كبيرة جدا في طريقها إلى الجنة. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي، اسمع خلي بالك، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله، يا رب يا رب، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، وإن قصرت بنا أعمالنا يا أرحم الراحمين. هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر، يعني من المقبرة، من المقبرة يخرج ليتبع الداعية، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ما يؤفش للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى أبدا أبدا، لا يقف هذا الموقف الرهيب في أرض المحشر، والشمس فوق الرؤوس، والناس غرق في عرقهم على قدر أعمالهم، وسأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله في حلقات قادمة. سبحان ربي العظيم، يخرج فيرى الملائكة في استقباله، في انتظاره إذا ما خرج من قبره، وقد هيأت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها إلا من أعدها، ما لا يعلم جماله إلا من أعده تبارك وتعالى، لا يعلم جمال هذه الركاب إلا الله، إلا من أعدها وأيأها للمؤمنين الموحدين المتقين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا يعني ركبانا. يطلع الرجل التقي المؤمن النقي من القبر، يجد الملائكة في استقباله في انتظاره، قد هيأت له من ركائب الآخرة. إذا كم من 70,000 على طول مباشرة إلى الجنة، الله، بغير حساب ولا عذاب، لا يمر على صراط ولا النرط ولا، يعني سبحان الله، ما يتعرضش لأي صورة من صور، إلى الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. حتى المرور على الصراط، المرور على الصراط كما سأبين مراتب مراتب،
لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، يعني يمر على الصراط لا يتعرض للنار أبدا، لأن النبي يقول فيمر المؤمنون على الصراط لما سئل قال دحض مزلة أو دحض مزلة، فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش، النار تطوله هتحصله لكن ربنا حينجيه، ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. عاوز حضرتك تتصور الصنف الكريم ده اللي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب، دي كرامة كبيرة جدا، ده كلام والله العظيم لو فكرت فيه ممكن العقل يطيش. فريق من أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب ممكن كتير قوي من إخواننا وأخوات اللي قاعدين دلوقتي يقولوا يا الله بس يا عم الشيخ محمد 70,000 في الأمة ده عدد قليل جدا، إيه 70,000 في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بقت 1.3 مليار الآن ودخل على 1.5 مليار، أسأل الله أن يباركها وأن يزكيها وأن يحفظها بحفظه وأن يكرمها بكرمه، إيه 70,000 في الأمة ده عدد قليل جدا جدا جدا، وانت فاكر ان دي اتعدت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله ما مرتش على النبي كده صلى الله عليه وسلم. طب اسمع كده وخلي بالك معايا، يعني هنقف هنا بس شوية ونرجع تاني الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع، يدخل الجنة من أمتي زمرة، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يا الله مش ممكن، الوجوه بتنور بتضيء، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، ليلة الكمال والتمام، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أهل الأنوار تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، به الأنوار بتقسم بحسب الأعمال. قال عبد الله بن مسعود، والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي وغيرهم بسند حسن، قال ابن مسعود رضي الله عنه فمنهم من يكون نوره كالجبل، الله نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، الأصبع الكبير على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار ولا تجعلنا من أهل الظلمات. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل التوحيد والإيمان، ألم نكن معكم، استنونا شوية خلونا نمشي في الأنوار دي، الظلام حالك والظلمة شديدة جدا، انتظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الجزاء من جنس العمل، فلطالما خدعوا ونافقوا وأظهروا غير ما يبطنوه، فكان الجزاء من جنس العمل. خلي بالك من النفاق،
جنبني الله وإياك النفاق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وواحد يكبر ويقول لك أنا مين يا عم، الشيخ بيتكلم على إيه النفاق، إيه يا عم أنت بتتكلم علينا في وتقول لنا خلي بالكم من النفاق. آه خلي بالك، أقسم بالله أنا أخشى على نفس النفاق، والله العظيم أخشى على نفس النفاق. ألا هو أنت فين وأنا فين جنب عمر رضوان الله عليه؟ عمر مين؟ ابن الخطاب. عمر كان بيخاف النفاق؟ أيوة أيوة والله، لقد ذهب الفاروق عمر إلى أمين السر النبوي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليقول أنشدك الله يا حذيفة، قل لي بالله عليك هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر يقول هذا؟ أيوة عمر أيوة عمر. ما هو خلي بالك، ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. اللي خايف من النفاق مؤمن إن شاء الله، وقول له لك أنا فين يا عم، لا ده أنا النفاق إيه وبتاع إيه، ده أنا إذا ما دخلتش الجنة أنا من اللي يدخلها؟ لا لا تخلي بالك خلي بالك. أسأل الله أن يختم لي ولك ولأخواتي بخاتمة التوحيد والإيمان، بخاتمة التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ارجع كده معايا، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان انتظرونا، احنا كنا معاكم في الدنيا والله، كنا بنصلي معاكم الجماعات وشاهدنا معاكم الغزوات وتزوجنا منكم المؤمنات، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي بأهل الإيمان والتوحيد، وارتبتم أي تشككتم فيما بلغكم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ارجع كده، يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. طيب ما احنا اتفقنا يا عم الشيخ بأن العدد ده قليل في الأمة، شوية في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. آه خلي بالك من الرواية الجميلة دي، يا الله، والحديث في مسند الإمام أحمد ورواه الإمام البيهقي بسند قال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده جيد، بل إسناده صحيح بالشواهد، بل إسناده صحيح بالشواهد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله تخلي بالك معاي وانت أيتها الفاضلة خلي بالك، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال سألت ربي عز وجل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي سأل، سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. الله، لا مش هتكلم لما تصلي بقى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سألت ربي، هو اللي سأل، والله جل وعلا ما رد نبيه قط، هو في أكرم على الله من محمد بن عبد الله، قال ابن عباس والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل فوعدني، ووعد الله لا يتخلف ولا يتأخر، الله لا يخلف الميعاد أبدا، فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي زيادة، يا رب العدد قليل، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. يلا طلع بقى الآلة الحسبة واحسب يبقى كام، برضو حتطلع الآلة الحسبة وهتحسب وتقول له والله يا عم الشيخ محمد العدد ده قليل برضو في الأمة، لو ضربنا 70,000 مع كل واحد 70,000 برضو قليل جدا في الأمة، ما عدتش على النبي عليه الصلاة والسلام. معقول النبي طلب زيادة عن كده أكثر من كده؟ أيوة أيوة، شو أقول لك، أمة ميمونة، أمة ما كرمت إلا بكرامة الله للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي سأل ربنا تاني زيادة، آه قال إيه، اسمع اسمع خلي بالك لأنه مش قادر أوضحها لك، لازم تركز قوي، قال عليه الصلاة والسلام ثم يحثي ربي بكفه 3 حثيات، ثم يحثي ربي
بكفه ثلاث حثيات فكبر عمر. ابن الخطاب فهم الله أكبر، عمر قال الله أكبر، إيه الموضوع ده؟ ثم يحثي ربي بكفه، بكفه جل جلاله ثلاث حثيات. أيوة كف الله، الله لو كف كم مقدارها، كم حجمها، ما شكلها؟ لا لا لا، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يجب أن نثبت لله كل اسم وكل صفة أثبتها لذاته في القرآن الكريم، وأثبتها له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله، من غير تحريف لمعنى الصفة ولا للفظة الصفة، من غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال تعالى قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال، لا ند له ولا ولد له ولا ولد له ولا زوج له ولا والد له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا ند له. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلال ربي الله. قال أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اسمع النبي يقول ثم يحثي ربي بكفه ثلاث حثيات. طب يا عم الشيخ، طب بس قرب لنا المعنى شوية، عاوزين نفهم اللفظة دي. طيب تعالوا نفسرها بكلام تاني للنبي عليه الصلاة والسلام، كلام تاني لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال إيه؟ والحديث صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو حديث طويل. لما سئل سيدنا النبي عن الصراط قال دحض مزلة، دحض مزلة أو مزلة، واللغتان صحيحتان، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا أرحم الراحمين. فيمر عليه المؤمنون كالطرف، الله تغمض فتح المؤمن خلاص عبر، عبر نجاه الله جل وعلا، كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فارس ركب فرس، فناج مسلم، يا رب اجعلنا منهم، يعني صنف ربنا ينجيه ويسلمه من النار، فناج مسلم ومخدوش، النار، النار تطوله تحصله وهو يعبر على متن جهنم، ومخدوش مرسل يعبر وينجو، ومكدوس في نار جهنم. وعاوز حضرتك تتصور وتعيش ان الخطاطيف اللي موجودة، خطاطيف، خطاطيف ايه؟ ايه الخطاطيف دي؟ قامه الصراط، النبي قال عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. خطاطيف جمع خطاف، خطاف الحديد المعكوفة المعروفة اللي كنا بنشيل بها كياس التبن وكياس القطن، ها؟ والخطاطيف وكلاليب جمع كلوب، والكلوب زي الخطاف بالضبط، والحسك نوع من أنواع الشوك يشبه الخطاف، ينبت في أرض الجزيرة. الصراط عليه خطاطيف وعليه كلاليب. عاوز حضرتك تتصور بأي صورة، تصور أنت أن الخطاطيف والكلاليب عارفة تخطف من تنزله جهنم، وتترك من بأمر الله سبحانه وتعالى يعبر إلى الجنة. تخطف الناس على قدر أعماله، الله أكبر. فإذا عبر أهل الإيمان يسقط في النار
من يسقط. فيقول المؤمنون يشفع المؤمنون الذين نجاهم الله لإخوانهم ممن سقطوا، فيقولون ربنا، خلي بالك احنا في قول رسوله ثم يحثي ربي بكفيه ثلاث حثيات ما خرجتش عنها بس بوضحها لك بكلام تاني للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عشان ما جيبش حاجة من عندي. قال عليه الصلاة والسلام فيشفع المؤمنون لإخوانهم الذين سقطوا في النار فيقولون ربنا، وفيه شفاعة محدش ينكر الشفاعة، بس الشفاعة لها ضوابط، زي ما قال بعض إخواننا الأفاضل إنه الشفاعة يعني تفتح الطريق للجنة سبهللة، لا إطلاقا، ده الشفاعة لها ضوابط. وبعدين حضرتك لو تصورت إن الشفاعة لا تتم إلا بإذن الله للشافع وللمشفوع فيه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، المسائل كلها بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله العزيز الحكيم العليم جل وعلا. وفرق بين من قال أنا ربكم الأعلى وبين من سجد لله طوال حياته يقول سبحان ربي الأعلى لكن كثرت عليه ذنوبه، فهذا أهل للشفاعة. لا ينبغي أن نسوي بين هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى وبين الذي عاش طوال حياته يقول أنا ربكم الأعلى. أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون. قال عليه الصلاة والسلام فيشفع المؤمنون لإخوانهم الذين سقطوا في النار فيقولون، خلي بالك، ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم، فشفعنا فيهم. فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا، أي إلى النار، فأخرجوا من النار من عرفتم، ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال الحبيب فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. يا ربي اللهم لا تحرمنا من السجود لك، اللهم لا تحرمنا من السجود لك، واجعل سجودنا لك وحدك يا أرحم الراحمين. يا الله حين يسجد القلب لله ويذوق حلاوة السجدة، والله لو ذاق القلب حلاوة السجود بين يدي الله ما رفع القلب من هذه السجدة حتى يلقى الله عز وجل. القضية من السجود بدن فقط يا إخواني، ممكن البدن يسجد ويقوم وينزل وهو لا يدري هل قرأ الفاتحة جالسا أم قرأ التشهد قائمة، القضية أن يسجد القلب لله تبارك وتعالى. آه لو ذاق القلب طعم السجود بين يدي الله جل جلاله، آه لو ذاق القلب طعم السجود بين يدي الله جل جلاله، والله لا يقوم القلب من هذه السجدة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ويرجعون إلى الله جل وعلا يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، يعني لم نترك في جهنم أحدا ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول ربنا جل وعلا الرحمن الرحيم ارجعوا المرة الثانية فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري مثقال دينار من إيمان، اللي في قلبه مثقال دينار من إيمان طلعوه. المؤمنون، أيوة المؤمنون، كرامة أهل الإيمان على ربنا جل وعلا. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، يعني لم نترك في جهنم أحدا ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول ربنا جل وعلا الرحمن الرحيم للمرة الثالثة ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول ربنا جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل وعلا، اسمع خلي بالك احنا عندنا ايه، ها، ثم يحثي ربي بكفيه ثلاث حثيات. اسمع هنا بقى فوائد الصحيح، صحيح مسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع المؤمنون، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون
ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الله، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام: فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا، أي يخرج خلقا في النار قد امتحشوا، أي تحولوا إلى حمم أو إلى فحم من النار. فيقبض الله عز وجل قبضة، ما هي اللي معنا في الرواية بتاعتنا: ثم يحفي ربي بكفه ثلاث حثيات. فكبر عمر، لأنه لا يعلم مقدار حثوة الملك إلا الملك جل جلاله. قال: فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا، أي من النار قد انتحشوا، ويصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ كاللؤلؤ. فيعرفهم أهل الجنة ويقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، اللهم نجنا من النار. ارجع تاني الحديث: ثم يحفي ربي بكفه ثلاث حثيات. فكبر عمر: الله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن 70,000 الأول، الأولين خالص اللي في الحديث، حديث ابن عباس: وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. الله، شايف كرامة أمة النبي عليه الصلاة والسلام على الله تبارك وتعالى. ارجع كده الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: وعرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل منزله، ترك الصحابة بعدما قال هذا ودخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك: مين دول؟ مين اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ من هؤلاء؟ والجواب سنتعرف عليهم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، في الحلقة القادمة في مثل هذا اليوم قبل هذا الوقت بساعة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يشرفنا وإياكم بالتوحيد والإيمان، وأن يشرفنا وإياكم باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسوف أبين في آخر الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما الواجب على كل من ينتسب إلى هذه الأمة لينال شرف هذا الانتساب. أكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. وأسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يكتب النجاح والسداد والتوفيق لأولاد المسلمين. أسأل الله أن يذكرهم في لجان الاختبارات والامتحانات، وأن يسددهم وأن يوفقهم، وأن يتفضل عليهم بفضله ورحماته وكرمه وبركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله في هذه الساعة أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان: في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في السودان، في كل مكان. وأسأل الله أن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. وأسأل الله عز وجل لولاة الأمر أن يوفقهم إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم
بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق.